أشك. إزاي أؤمن بإله أنا مش شايفه؟ إذا كان الله موجود ليه مش بشوفه؟ لو هو ظهر لي في الواقع أو إذا شفت معجزة ملهاش تفسير وقتها أقدر أؤمن بوجود الله، لكن غير كده مش ممكن أصدق في وجود إله. أنا بصدق بس اللي بشوفه. دي وجهة نظر بعض الناس، وجهة النظر دي بتتلخص في السؤال: هل معقول أني أصدق أو أؤمن بحاجة أنا مش شايفاها أو إله أنا مش شايفه؟ الرأي اللي بيقول أنا بصدق بس اللي بشوفه بيندرج تحت الفكر التجريبي أو الإمبيريسيزم، وهو أن المعرفة تأتي فقط من خلال الخمس حواس: الرؤية والسمع، الشم، التذوق واللمس. خلينا نقيم الفكر التجريبي ده مع بعض ونعرض الانتقادات الموجهة ليه علشان نقدر نوصل لإجابة لسؤالنا اللي بنطرحه النهاردة. أولاً، عبارة أنا بصدق بس اللي بشوفه تعتبر عبارة مناقضة لنفسها. يعني إيه؟ العبارة اللي بتناقض نفسها هي العبارة اللي بتأكد وبتنفي المعنى الأساسي بتاعها في نفس الوقت، وده بينطبق على العبارة المبنية على الفكر التجريبي اللي بتقول أنا بصدق بس اللي بشوفه، فهي عبارة لا يمكن رؤيتها في حد ذاتها. أنا طبعا هنا مش بتكلم على الجملة اللي ممكن أكتبها على ورقة وأشوفها، لكن أنا بتكلم عن المبدأ اللي ورا الجملة دي، وهو ده اللي مش منظور ولا يمكن اكتشافه بأي من الحواس الخمسة. فعشان أقبل عبارة أنا بصدق بس اللي بشوفه لازم أقبل المبدأ اللي بتقدمه العبارة دي، ولأنه مبدأ فهو حاجة مش ممكن تتشاف ولا تتحس. علشان كده إذا اتبعت المبدأ ده لازم أرفضه لأني مش شايفه. مشكلة تانية كبيرة بتواجه مبدأ أني أصدق بس اللي بشوفه هي أن في حاجات كتير موجودة ولكن مش ممكن نشوفها. مثلا زي أي حاجة خاصة بالطبيعة، زي الجاذبية الأرضية، المغناطيسية وغيرهم كتير. كمان القيم الأخلاقية زي العدل والرحمة، دي حاجات موجودة لكن إحنا مش بنشوفها بعينينا. كمان المشاعر والعواطف بالطبع موجودين لكن ما نقدرش نرصدهم تجريبيا. ما بقدرش أشوف أفكاري والعقلي. كمان قوانين المنطق اللي هي مهمة قوي لعقلانية الإنسان برضو مش مرئية. يمكن يبان إنه شيء معقول إني بس أصدق اللي أقدر أدركه من خلال الحواس الخمسة، لكن لما أفكر بجد ألاقي إن المبدأ ده ما يقدرش يفسر ولا يشرح أبعاد أساسية في الحياة كلنا متأكدين من وجودها، زي الأمثلة اللي ذكرناها من شوية. تالت مشكلة هي إن العبارة اللي بتقول أنا مش ممكن أؤمن بإله لأني مش شايفه بترتكب خطأ في قوانين المنطق اسمه تصنيف خاطئ. يعني إيه؟ مغالطة التصنيف الخاطئ هي إني أحاول أنسب خاصية أو صفة لشيء بالرغم من إن الخاصية دي مش بتنطبق على الشيء ده، لكنها بتنطبق على مجموعة تصنيفية أخرى. خليني أديلك مثل يوضح لك أنا بقول إيه. يعني زي مثلاً لو حد قال اللون الأخضر طعمه حلو أو ريحة النوتة الموسيقية دو وحشة، دي عبارات مش منطقية وما ينفعش تتقال لأنها تصنيف خاطئ. الله هو روح وملهوش جسد مادي، ومش من طبيعة الروح ولا من خصائصها إنها تتشاف بالعين. ولأن الروح مش حاجة مادية فأنا برتكب خطأ تصنيفي لما أقول أني ما أقدرش أؤمن بإله مش شايفه، لأنه لو في إله يبقى أنا مش ممكن أشوفه. رابع حاجة هي أنه من المنطقي أني أؤمن بوجود الله كتفسير ظواهر كثيرة في الوجود. العلماء والمؤرخين والباحثين بيلاحظوا ويجمعوا بيانات وبناء عليها يوصلوا لنظريات لتفسير الظواهر اللي لاحظوها. وبنفس الطريقة بنلاقي إن الإيمان بوجود الله بيفسر كويس قوي كتير من الحقائق اللي حوالينا، زي وجود الكون، نظامه، تصميمه، وجود القيم الأخلاقية، وجود الإنسان ووعيه وعقلانيته، ووجود الكيانات المجردة زي الأرقام والافتراضات وقوانين المنطق. فبالرغم إننا مش شايفين الله لكن بنقدر نستدل على وجوده لأنه بيفسر أمور كتيرة موجودة في الحياة. وده طبعاً مش معناه إن إحنا بنفترض وجود الله بسذاجة لتفسير جهلنا للأمور اللي ملهاش تفسير، لكن وجود الله بيدينا تفسير حقيقي وصحيح لطبيعة الواقع اللي إحنا عايشينه. الفلسفات التجريبية اللي بتؤمن بوجود أشياء مادية بس في الحياة عندها صعوبات حقيقية في شرح وتبرير حقائق كتير، من ضمنها الأمثلة اللي ذكرناها النهاردة. الأربع نقط اللي ناقشناها بتبين إنه مش منطقي إننا نرفض وجود الله لأننا مش شايفينه ولا حاسينه بالحواس الخمسة.